أعلنت إدارة منتدى شباب العالم عن إطلاق نسخة جديدة ومطورة من التطبيق الخاص بالمنتدى بعنوان World Youth Forum، وذلك على أبل ستور وجوجل بلاي، ليكون بمثابة حلقة وصل ما بين جميع المشاركين والمهتمين بالمنتدى من كل أنحاء العالم. ويقدم تطبيق منتدى شباب العالم كل الأخبار الحصرية عن فعاليات المنتدى، كما يتيح التطبيق الأجندة الخاصة بالمنتدى لهذا العام وتفاصيل الفعاليات والمتحدثين، فضلا عن خاصية تفاعل المستخدمين مع المنتدى من جميع أنحاء العالم من خلال استقبال الأسئلة الخاصة بهم. كما يرسل التطبيق بعض الإشعارات بمواعيد عقد الجلسات وتنبيهات قبل بدء الدورات والورش. وتتيح النسخة المطورة من التطبيق للمشاركين في المنتدى إنشاء جدول زمني يساعد في متابعة فعاليات الحدث وتقديم خطة لتنظيم جدول المشاركة في كل يوم من أيام المنتدى. كما يسمح التطبيق بالمشاركة بالتعليقات وطرح الأسئلة أثناء حضور الجلسات. ويمكن تحميل التطبيق الذي يحمل اسم World Youth Forum على الهواتف الذكية للتعرف عن قرب عن أنشطة منتدى شباب العالم لهذا العام من خلال التسجيل باسم المستخدم عن طريق إدخال البيانات الرئيسية مثل الاسم والبريد الإلكتروني وتعيين كلمة مرور خاصة، كما يمكن التسجيل عن طريق الحساب الشخصي على فيسبوك.